ثم يقول السائل: أرغب في شراء أرض، وقيل لي بأن شركة الراجحي تشتري الأرض باسمها ثم تتفاوض معي على تقسيطها وذلك بإضافة الربح، فهل هذا العمل يجوز؟ هذا لا يجوز، لأنه بيع ما لا يملكون. الراجحي وغيره إذا كان عنده سلع للبيع، سيارات أو أراضي أو بيوت، عنده سلع يملكها، فلا مانع أنك تأتي وتشتري منها حاضرا أو مؤجلا. أما أنه ما عنده شيء تذهب إليه وما عنده شيء وتفاوض معه وتعبي الأوراق وتوقع عليها، ثم إذا توثق منك يروح يشريها، هذا حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم.